حضرتك اتكلمنا النهارده عن مرور نسبي كان على حضرتك الحيواني دي حضرتك كل الناس عن مرور الناس طبعا احنا بنحتفل بمرور 130 عام على انشاء هذه الحديقه العريقه. كانت فكره الخليل اسماعيل وتم الافتتاح مع الخليل رحمه الله عليهم. والحقيقه طبعا الحديقه بتحتوي على اماكن اثريه كبيره جدا عظيمه، ويمكن فيها اماكن اثريه بترجع الى قبل انشاء الحديقه، يعني كانت قصور ملكيه قبل كده، وكان في الكوبري المعلق مثلا عمل المهندس جوستاف ايبل قبل انشاء البرج ايبل في باريس بعشر سنين. في بعض الجبلات الاثريه مغطاه بالشعاب المرجانيه. الحديقه اثر كبير جدا تاريخ مصر العظيم، وبتعكس يعني مدى اهتمام مصر وريادتها وانها سباقه في الحفاظ على الطبيعه والحفاظ على الحيوانات والحفاظ على الكائنات الحيه وتعامل طبقا للرفق بالحيوان. الحقيقه الحديقه لها تاريخ كبير جدا، وطبعا يشرفني ان انا احضر اليوم ال 130 سنه لانشاء هذه الحديقه اللي هي تعتبر من اقدم حدائق الشرق الاوسط وافريقيا، وتاني حديقه في الانشاء على مستوى العالم بعد حديقه طه. خطة التطوير بتاعتها اللي خدتها الفترة الأخيرة واستقطاب الحيوانات وشان مستمرين في الموضوع ده؟ والله احنا اشتغلنا في محورين أساسيين الفترة اللي فاتت في التطوير. محور يعني خدمات الجمهور، عملنا منظومة نظافة على أعلى مستوى، كان دايما بتلاقي الناس بتنظفهم. برضو عملنا غير منظومة نظافة، عملنا يعني مقاعد خشبية جديدة، عملنا تنوع في الأنشطة، ملاهي، عملنا طفطف، عملنا طبعا حديقة حيوان الحيوانات الأليفة اللي هي حديقة حيوان الطفل دي أعلى عاملة إعجاب للأسر المصرية جدا، بتعلم دي اللي هي دور توعوي وتعليمي للأطفال، بتثقفه إزاي يتعامل مع الحيوان وإزاي يقترب منه، إن الحيوان ده له مشاعر وبيتألم وبيفرح وده صديق لنا، الحيوان صديق للإنسان على هذه الكوكب. وايضا يمكن عملنا برضو تطوير للمتحف، الناس تقدر تشوف المتحف حديقه حيوان متكامله منها المنقرض فعلا. فطبعا التطوير ده في محور خدمات الجمهور كان مهم جدا. المحور الثاني يمكن الحياه البريه داخل الحديقه والحفاظ على الحيوانات ومظهرها وصحتها، قطعنا فيه شوط كبير جدا، ويمكن تدبير حيوانات جديده، واحنا عملنا خطه اكسار للحيوانات اللي موجوده عندنا، وقدرنا الجديد ان احنا نقدر ندبر حيوانات بدون تكلفه او اعباء للدوله عن طريق البدل من الحيوانات اللي زادت عندنا. تمام. هل في حيوانات في الفتره اللي جايه دكتور بتستعيدوا ان انتم تجيبوها؟ ان شاء الله بنحاول. طبعا احنا جبنا الزراف، جبنا الدب الروسي، جبنا الكنجارو الاحمر، جبنا بالنمور البنغاليه، جبنا حيوانات كثيره الفتره اللي فاتت، وان شاء الله في طيران ان احنا ندبر الفيله لان دي مطلب رئيسي للاسر المصريه كلها. شكرا جدا. مع السلامه.